ومعانا كمان على على الهاتف الفنانة القديرة سميرة أحمد. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. يعني أهلا ضحكتك بيكي. مميزة جدا ويعني ليها مدلولات كتيرة، أنا حاسة إنك فرحانة، كلنا فرحانين النهاردة أوي كمصريين. أوي أوي احكي لي عن الحمد تجربتك لله. في الانتخابات. نعم احكي نعم لي عن تجربتك، أدلتي بصوتك، حسيتي بإيه، شفتي إيه، مشاهداتك إيه، لأن أكيد رؤيتك مختلفة. لا والله أنا يعني شفت المشاركة كانت جميلة جدا 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 من الجميع، فأنا سعيدة بيها، وأنا يعني كنت فرحانة باللي أنا شايفاه بجد يعني. فأنا بهني كل المجموعة اللي كانت موجودة من شباب ونساء ورجال وكله كله كله، أنا بحييهم من قلبي على وجودهم، وإنها نبقى إيد واحدة دي كانت أهم نقطة، ولازم نبقى إيد واحدة لأن بلدنا محتاجة لنا، ودي بلدنا حبيبتنا، طبعا ما عندناش يعني ما عندناش غيرها، هي كل حاجة في حياتنا. وانتي طبعا يعني الفنانة القديرة سميرة أحمد ياما قدمت لنا أعمال سواء شاركتي فيها أو أنتجتيها، يعني بتوضح قد إيه أن حب مصر يعني هو حتة من قلبك، ورغم أن عرفت يعني أنه كمان يعني كان عندك مشكلة أو إصابة في إيدك، ألف ألف سلامة عليك، ربنا يشفيكي ويعافيكي. رغم ذلك أصريتي ونزلتي عشان تدلي بصوتك، حاسة أن ده يعني واجب عليكي كمواطنة مصرية وكفنانة كمان، نموذج طبعا مشرف. طبعا 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 انا كانت رجلي اللي وقعت، يا حبيبة اتلوت قلبي رجلي ألف ما كنتش سلامة قادره عليكي، امشي، ألف سلامة. لكن بجد يعني لو كان كنت هموت يعني لازم انزل، بعد الشر لازم عليك. انزل، دي بلدي حبيبتي يعني. هي انا مسؤولية مزدوجة طبعا على الفنان طبعا كمواطن مصري وكفنان. طبعا 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 وانا بحيي كل الناس وحبهم لبلدهم، ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لي، لان انا هي كل حاجة في حياتي، بلدي بلدي مصر يعني، دي كانت أحلى حاجة في حياتي، ودايما أقول تحيا مصر تحيا تحيا مصر مصر، تحيا مصر تحيا مصر يعني من من القلب قلبي. طبعا. طب أنا عايزة أسألك اتفضلي سؤال، الفنانة سميرة أحمد اتفضلي. أكيد عيونك مختلفة كرؤية فنانة، ويعني ليكي تاريخ في الدراما وفي السينما في الفن أيوة المصري اللي هو قوة ناعمة ودراع مهم جدا ومؤثر. أيوة إيه أيوة المشهد اللي شفتيه أثناء ما نزلتي أو حتى تابعتيه على الشاشات من خلال تغطية إعلامية، المشهد اللي أنت بتعتبريه هو ده الماستر سين؟ والله أنا شفت كل حاجة جميلة بجد يعني، كونه بقى أنا كنت أحب المشهد ده يطلع في الفن، ولأن الفن ده رسالة جميلة لكل العالم، فكنت أحب إنه ده يعني نجسده في الفن بجد يعني، نجسد الشباب الجمال اللي كانوا موجودين وألمهم يعني. أنا لقيت دحام مثلا قريب مني كده بشكل يعني ما كنتش عارفه افوت بالعربيه، ف ده اسعدني اسعدني وفرحني بجد يعني طيب حقيقي. رسالتك ايه النهارده للمصريين؟ تقولي لهم ايه؟ بقول لهم انزلوا انزلوا عشان دي بلدكم. اللي انا شفته انهم نزلوا فعلا، لكن انا بقول كمان وكمان وكمان. أشكرك شكرا جزيلا الفنانة القديرة سميرة أحمد، شكرا جزيلا ليكي. والحقيقة أنه الفن ليه دور مهم جدا، سواء في أنه هو مراية للواقع وتجسيد للواقع ولحقيقة المجتمع المصري. المشهد اللي قدام حضراتكم ده من الشيخ زايد زي ما شفتوا حضراتكم، عايزة أقول لحضراتكم إن المشاهد دي بنتابع أكيد أي استحقاقات سياسية أو عمليات انتخابية في دول العالم، بنلاقي ناس جد جدا دخلوا ركنوا عربياتهم، دخلوا أو رايحين أي مكان الطريقة، يدخلوا يحطوا أصواتهم في الصندوق وبيمشوا. لكن عندنا في إضافة جميلة جدا في المشهد المصري، إحنا مش مجرد رايحين ننتخب، مش رايحين نقول رأينا أو نقول صوتنا أو نأدي واجبنا والالتزام اللي علينا ونعمل حقنا برضو، ده حق دستوري لكل مواطن إنه يقول حقه ويقول رأيه. لا، إحنا رايحين نحتفل زي ما شفتوا، علم مصر هو قاسم مشترك في كل المشاهد اللي إحنا تابعناها النهاردة في كل حتة فيك يا مصر.